وبشأن استهداف المنتج المحلي على العموم والأمن الغذائي في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الصحفي العراقي أوس المختار. أستاذ أوس، مرحبا بكم. اتحاد الفلاحين يقول أن غلق الحدود بسبب تفشي فيروس كورونا أنعش المنتج المحلي وليس الدعم الحكومي. كيف ترى سياسة الحكومة في دعم القطاع الغذائي في العراق؟ مساء الخير. الحقيقة كارثة كورونا أتت بنتائج إيجابية محدودة الأمد على اقتصاد العراق، حيث انخفض التبادل التجاري بين العراق وإيران إلى حد الآن إلى مستوى 9 مليار دولار من بدء العام إلى حد الآن. بينما الخطة الحكومية بين الحكومتين الإيرانية والعراقية كان الصعود إلى 20 مليار دولار. العراق يتعرض ومنذ 2003 إلى اليوم إلى استعمار حقيقي، استعمار إيران. العراق هو عبارة منطقة لتصريف البضائع الإيرانية الفاسدة والذات النوعية الرديئة جدا. لذلك إشكال الحقيقي يكمن في الحكومة العراقية الراضية رضوخ تام للسلطات الإيرانية وللاقتصاد الإيراني. طيب أستاذ أوس، مزارعو محافظة القادسية وأيضا غيرها من المحافظات العراقية يطالبون من الحكومة بتمديد فترة تسديد القروض الزراعية قبل إقرار الموازنة. لماذا لا تقدم لهم الحكومة هذه الميزة باعتبارها حافزا من حوافز الاستثمار الكثيرة التي تقدمها للمستثمر الإيراني؟ السبب كما ذكرت سابقا، السبب الحقيقي هو أن الحكومة العراقية تراعي مصلحة الاقتصاد الإيراني أكثر من مصلحة الاقتصاد العراقي. هم ينفذون أجندة إيرانية بحتة، لا يهمهم المواطن العراقي ولا يهمهم وضع الزراعي في العراق أو الاقتصادي في العراق. الأولوية المطلقة هي أن يكون العراق الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الإيراني الذي يوشك على الانهيار بسبب العقوبات الدولية. إيران الآن تحصل على أغلب عملاتها الصعبة من خلال العراق. العراق حين يستورد البضاعة الإيرانية الفاسدة وذات النوعية الرديئة يدفع لهم بأسعار عالمية بعملة صعبة، وبذلك يقالف أيضا العقوبات الأمريكية والعقوبات الدولية المفروضة على إيران بتوفير عملات صعبة لهم. فهذه هي الغاية الحقيقية التي تقوم بها الحكومات العراقية المتعاقبة، هو إنقاذ الاقتصاد الإيراني. أستاذ أوس، في ظاهرة تتكرر سنويا تشوب الحرائق في العديد من المحافظات، هذه الحرائق تأتي متزامنة مع موسم حصاد الحنطة والشعير. ما تفسيرك لهذه الظاهرة المتكررة سنويا في نفس التوقيت تقريبا؟ نعم، كما ذكرت الإشكال الحقيقي هو إشكال العملة الصعبة. إيران بحاجة إلى العملة الصعبة، وإيران معتمدة اعتماد كلي على استيراد العراق للحنطة والشعير والتمور والمنتجات الألبان والأسماك. لذلك لا يمكن أن تسمح إيران لأي نشاط اقتصادي زراعي عراقي أو أي مشروع اقتصادي زراعي عراقي أن ينجح. كل المشاريع العراقية يتم إحباطها من قبل الحكومة الإيرانية منذ 2003 إلى حد الآن. هل نفذ مشروع إروائي عراقي؟ هل نفذ مشروع زراعي عراقي؟ هل طورت أساليب الري في العراق؟ كلا. المواطن العراقي، المزارع العراقي الفقير لا زال يستخدم أساليب بدائية في الزراعة، نفس الأساليب التي يستخدمها منذ آلاف السنين. لذلك الحكومة العراقية لا يهمها الشعب العراقي ولا الاقتصاد العراقي، والعراق مقبل على كارثة مائية وبيئية حقيقية. المشاريع الصرف الصحي لا زالت ترمى داخل نهري دجلة والفرات، وأكثر المتضررين لهذه فشل الحكومة وهذا التلوث البيئي هم أبناء الوسط والجنوب، بالذات الجنوب. أتوقع خلال 10 سنين أن يصبح مستقبل مدينة البصرة كمستقبل مدينة أور التاريخية، عبارة عن ركام في ركام، مدينة مهجورة يقولون عليها كانت هنا البصرة. من فيينا الصحفي أوس المختار، شكرا جزيلا لكم.